ايمن فتح علينا فتحه بتاعت المواقع الاجنبيه والقصه والحدوته، فخلينا في الفتحه دي برضو. انت عندك في موضوعين لازم نتكلم فيهم. نتكلم الاول انه برضو الصحافه العالميه وماذا قالت على النادي الاهلي وكيف يتنافس النادي الاهلي ومع من يتنافس النادي الاهلي وتقدير النادي الاهلي عالميا واوروبيا. احلى حاجه تعمل في صمت، تعمل في صمت والشغل بتاعك هو اللي هيتكلم. شغلتنا ما ينفعش نعمل في صمت، يعني احنا لازم نقعد نتكلم. ايوه صح. وجاي ماله النهارده مش عارف، عايز يقطع عيشنا. في كده حاجه من الحاجات اللي طلعتها، بحب المقاله دي جدا جدا. هي مقاله من جورنال جارديان، والشهاده لما تجي لك من جارديان تبقى حاجه عظيمه يعني. هو بس يعرضوا قدامنا كده، عايز اقرا حته كده ليها. كانوا بيتكلموا سنة 2012 دول الجارديان؟ الجارديان، لويس تايلر ده صحفي هناك كان بيوجه انتقادات حادة جدا لرافائيل بينيتس مدرب تشيلسي الإنجليزي اللي هو كسب الشامبيونز ليج، تشيلسي كسب وهيلعب كأس العالم للأندية. فهو بيقول له يعني كلاب وورد كاب كأس العالم للأندية، الأهلي بوت تشيلسيز بروبلم إن ذا برسبكتيف، وبيشرح تحت إن بينيتس عنده مشاكل في ستانفورد بريدج، وان الاهلي قدر انه يكون فريق بيكسب دوري ابطال افريقيا وهو ما عندوش دوري. ده صحيح. فالنهارده انت تخيل انت قدر الاهلي، ان جورنال انجليزي زي ذا جارديان بيتكلم بينيتس مدرب تشيلسي. هو هاف نوت بلايد ات ليج جيمز ان لاست 10 مانس. 10 شهور ما بيلعبش في الدوري بتكسب دوري ابطال افريقيا ومش باي اداء. 2012 دي نعم ماتش نهائي بدري. ده اعظم ماتش في تاريخ الاهلي بره ملعبه. ترجي طبعا ضيعنا بنالتي كمان. الاهلي لعب كوره عاليه قوي قوي قوي، فانت الناس بره بتستشهد بيك انك ما عندكش دوري وكسبت دوري ابطال افريقيا. وعلى فكره الاهلي كسب دوري ابطال افريقيا 12 و13 بدون دوري، من غير دوري. صح. ودي حاجه اصلا 12 كان حسين بدري، 13 كان محمد يوسف. دي حاجه اصلا تنافي المنطق الطبي والتجهيز البدني كل المنطق. ان اللعيب اساسا فورمه الماتشات اللي بتجيبه، فتخيل لعيب يفضل قاعد مثلا اسبوعين ما بيعملش اي حاجه خالص، ما بيلعبش ماتشات ويجي يلعب ماتش رسمي. ما كانوش بيعرفوا يلعبوا ماتشات وديه يا شادي كمان. عشان الفتره دي يعني ده يعني دي حاجه هي بتتكلم لوحدها. احنا لعبنا في الجونه، في الجونه بطوله 13 دي كانت صعبه جدا. بطوله احنا خسرنا اول مباراه من اورلاندو، من اورلاندو هنا 3 نعم. كان في رمضان مع الزمالك 1-1 في الجونه، بعد كده اعتقد خسرنا من اورلاندو ثم مباراتين ليوبارو. الوحيد اللي راهن الاهلي هيوصل ساعتها وليد صلاح الدين. بجد ابني احنا خرجنا، قال لي والله العظيم هنوصل وهنكسب البطوله دي. فده تقدير الاهلي في اوروبا، ده تقدير الاهلي بره. برضو كنت جايب صوره كده لوقت مفاوضات وسام ابو علي. نعم. جورنال من جرايد الدنمارك الكبيره اسمه النوردسكي. فالراجل كاتب تقرير انا ذهلت بالمقدمه، بيقول فيه ان اسامه ابو علي جاي له عرض من نادي مش اقل من ليفربول وريال مدريد ومانشستر يونايتد، وما تستغربش. لازم نحط الجورنال. وما تستغربش الاهلي المصري ما يقلش عن الانديه دي. لا، جورنال دنماركي. الناس دي بعيد عننا في حته تانية خالص مننا في الكوره. وبالمناسبه يعني حطوا لنا يا جماعه الجورنال ده لو معاكم. انا كنت حاطط حته يعني. وبالمناسبه برضو الكوره هناك هم ما يعرفوش كتير عن افريقيا خالص يعني. يعني فكره ان هو يبقى متابع كره في افريقيا برضو مش صعبه، مش دارجه قوي يعني. الدول الاسكندنافيه بشكل عام كده بالظبط. فده تقدير اللي بيجي لك من بره من غير ما ما تقول حاجه. اهو هي حتى لو قربت الصوره شويه اهو ايجيبشن الاهلي از باي نو مينز از ويل نون از ريال مدريد برشلونه ليفربول. يعني بص التقدير بيجي لك ازاي. ات از باي فار يعني بمسافه هو الاكبر في افريقيا. نعم. ف باي فار يعني انت بعيد عن الاكبر قلعه في افريقيا. بالدنمارك يعني اتس ذا ليدنج كلوب ان ذا عرب وورلد ويتش وسام ابو علي ويل ناو فيس. دي الترجمه، اختصار الترجمه دي بالدنماركي، النادي الاهلي الاكبر قلعه رياضيه في افريقيا. لا هو هنا هو ناس يقول لك عمري ما احب غير الاهلي ولا في غيره، وفرحني والله دايما معاه الاهلي فوق. هو فعلا زي ما شادي بيقول التقدير الاهلي. التقدير لما بيجي لك من بره ده احلى تقدير بقى طبعا. هنا بقى اللي هنقول ده بقى صحفي منتمي ولا مشجع ولا اعلامي منتمي، ده واحد ما يعرفكش. انا بالنسبه لي كمان الاقوى بتاع ذا جارديان انه يعني ماشي بيقولوا في بقيه يعني بيقولوا في بقيه المقال بالبلدي كده يعني. لو هنقولها بالبلدي، اتعلم من حسام البدري. ايوه صح. هو مقال بيقول الاهلي اتعلم الاهلي اتعلم من الاهلي. انا هرجع لك تاني لانه في موضوع مهم، بس انا لازم اربط بالاهو اهو 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 في رافائيل بنيتس ثينك
هي هاز بروبلم. هو بيفتكر ان هو عنده مشكله شود هاف تشات، لازم يتكلم حسام البدري، تشات حسام البدري في اليابان نكست ويك، كلمه الاسبوع الجاي في اليابان.